لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. غيب الموت غادة أبو النجا أخت نسرين أبو النجا زوجة الممثل محمد رمضان عن عالمنا ليلة يوم الخميس، ولم يتحدد حتى الآن توقيت مراسم الدف والعزاء، وحرص عدد كبير من أصدقاء الراحلة على تقديم العزاء. إذ كتب الممثل الشاب رامي دياب من خلال صفحته الشخصية على مواقع السوشيال ميديا الفيسبوك قائل: لا إله إلا الله، أقسم بالله قلبي وجعني عليك جدا ومش عارف أصدق الخبر لحد دلوقتي، لأني شفت منك مواقف جدعانة ما شفتهاش من رجالة، بس ما تغليش على اللي خلاك. رامي دياب نعاها قائلا: قلبي وجعني عليك. بينما أفادت صديقتها ريم: يا رب ارحمها وونس وحدتها يا غادة، ويجعلك من أهل الجنة، ويجعل المرض شفيع لك بحق كل وجع وتعب وصرخة ألم غادة أبو النجا. وقد كانت غادة أبو النجا تحرص دوما على مؤازرة النجم محمد رمضان، إذ ساندته في غضون حفله الأضخم في الساحل الشمالي عام 2019 قائلة: يا ربي خليك لينا يا حبيبي وتصبح نمبر 1، ودولي إن شاء الله الاحتفالية هتكسر الدنيا.